أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذكر الله تعالى في الآية السابقة خلق السماوات والأرض. قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى تدبير أمر هذا الكون، أمر السماوات والأرض، فقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فبعدما ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما ذكر أنه دبر أمرهما، لم يترك السماوات والأرض بعد الخلق هكذا عبثا وباطلا، بل الله سبحانه وتعالى دبر أمرها. فقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إن الله سبحانه وتعالى بقدرته يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر في العالم العلوي وفي العالم السفلي. يدبر الأمر في العالم العلوي وفي العالم السفلي، يعني يدبر أمر ما يتعلق بالسماوات ويدبر أمر الذي يتعلق به بالأراضين. فالله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، والمراد من الأمر هو أمر الكون وأمر الخلائق. أمر الكون السماوات والأرض وأمر الخلائق أمر المخلوقات. يدبر أمر الكون والخلائق جميعا من السماء إلى الأرض في العالم العلوي أيضا وفي العالم السفلي أيضا. يدبر الأمر في العالم العلوي وكذلك في العالم السفلي. ويقول ابن عباس رضي الله عنه ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فيتنزل الأمر بين السماوات والأرض، فينزل أمر الله تعالى من السماء إلى الأرض. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الطلاق، سورة الطلاق في آخرها الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، آخر آية من سورة الطلاق. فيقول ابن عباس رضي الله عنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض، وهذا يكون بواسطة الملائكة. الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بالأوامر، فالملائكة ينزلون بهذه الأوامر وبهذا القضاء بقضاء الله وبقدر الله تعالى على الأرض. فهكذا ينزل الله تعالى القضاء والقدر من السماء بواسطة الملائكة إلى الأرض. فقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ثم يعرج إليه، ثم يسعد إلى الله سبحانه وتعالى أو يصل إلى الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر أو أثر ذلك الأمر. الله أمر، نفذ الأمر،
الله سبحانه وتعالى دبر الأمر في العالم العلوي والسفلي أو نزل القدر والقضاء من السماء إلى الأرض، ثم هذا الأمر الذي دبره الله سبحانه وتعالى أثره يعود إلى الله تعالى، يصل إلى الله تعالى أثر هذا الأمر، يصل أثر هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعرج إليه، ثم يسعد إلى الله ويصل إلى الله تعالى ويعود إلى الله تعالى ذلك الأمر أو أثر ذلك الأمر، أو معناه ثم يعرج إليه أي ثم يعرج الملك من الملائكة الذي كان مأمورا بتنفيذ الأوامر، هذا الملك هو يعرج إليه أي إلى ما أراد الله تعالى من الموضع، يعود إلى الموضع الذي أراده الله سبحانه وتعالى، يعني في السماء يعود الملك بهذه الأوامر إلى السماء، إلى الموضع الذي أراد الله سبحانه وتعالى في السماء، فيعود الملك إلى الموضع الذي أراده الله تعالى في السماء ثم يعرج إليه. فيمكن أن يكون المراد من يعرج الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يصل الأمر إلى الله، ويمكن أن يكون المراد من العروج هو عروج الملائكة، الملائكة يعرجون إليه أي إلى مكان الذي يرضى الله تعالى به، الله يريد أن يرجع الملائكة من الأرض إلى مكان عينه الله تعالى لهم، فالملائكة يعودون إلى هذا المكان ثم يعرج إليه في يوم. ويقول العلماء المقصود من هذه الآية تمثيل لعظمة الله تعالى، تمثيل لعظمة الله تعالى وامتثال الخلق لأمره وتدبيره، تمثيل هذا مثال لعظمة الله تعالى وامتثال الخلق لأمره وتدبيره، يعني الله سبحانه وتعالى هو دبر الأمر نفذ الأمر، فعظمة الله تعالى إلى هذا الحد حتى جميع المخلوقات يقبلون أوامر الله تعالى، وجميع المخلوقات تطيع أمر الله سبحانه وتعالى وتنفذ ما يريده الله سبحانه وتعالى، فجميع المخلوقات هي تابعة لأمر الله تعالى، فمثل أن يكون حاكم مطلق أو ملك مطلق هو ينفذ أوامره بواسطة أعوانه، ينفذ أحكامه وأوامره بواسطة أعوانه وأنصاره، ثم بعدما نفذوا الأمر يعودون إلى الملك ويخبرونه أننا قد نفذنا أمرك، ولله المثل الأعلى، المقصود هنا تعظيم لعظمة الله تعالى وامتثال الخلق لله تعالى، كما أن الملك إذا نفذ الأمر وهو ملك مطلق كل الناس يسمعون كلامه، فإذا أرسل أوامره فهناك بعض أنصاره وأعوانه ينفذون أمره، بعدما نفذوا الأمر يعودون إليه ويقولون نحن نفذنا الأمر وكل الناس أطاعوك، كل الناس أطاعوك. فمثل هذا يعني لما يدبر الله سبحانه وتعالى الأمر وينزل القدر والقضاء من السماء إلى الأرض، فالملائكة هم ينفذون هذه الأوامر، وبعد ذلك يخبرون الله سبحانه وتعالى أننا نفذنا أوامرك وأن جميع المخلوقات هي يعني قبلت أوامرك. فالمقصود هو يعني تمثيل لعظمة الله تعالى وامتثال الخلق لأمره وتدبيره، هذا هو المقصود، ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء. فقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ثم يسعد إليه إلى الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر أو أثر ذلك الأمر في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، المراد من هذا اليوم يوم القيامة، يعود أثر هذا الأمر إلى الله تعالى يوم القيامة، ويوم القيامة مقداره 1000 سنة مما تعدون، مقداره 1000 سنة مما تحسبونه من أيام الدنيا، 1000 سنة مما تعدون، فسنة واحدة عندنا 360 يوما، 360 يوما، فهكذا 1000 سنة، 1000 سنة، وكل سنة يحتوي على 12 شهرا، يحتوي على 12 شهرا، وكل شهر إما
ثلاثون يوما وإما تسعة وعشرون يوما. فكما تحسبون أيام الدنيا فهكذا يوم القيامة ألف سنة مما تعدون مما تحسبون من أيام الدنيا، يعني ألف سنة من أيام الدنيا، ألف سنة من أيام الدنيا. هذا يعني إذا كان المراد من يوم يوم القيامة، في يوم كان مقداره ألف سنة. ولكن هناك يعني قول آخر أيضا في يوم، يقول العلماء أن المسافة بين السماء وبين الأرض 500 سنة، بين السماء والأرض 500 سنة، يعني النزول 500 سنة والصعود 500 سنة. النزول من السماء إلى الدنيا إلى الأرض 500 سنة والصعود إلى السماء 500 سنة. والملائكة عندما يأتون من السماء إلى الأرض وعندما يصعدون من الأرض إلى السماء هم يعني يقطعون هذه المسافة في لحظات قليلة، في ثوان قليلة، في لحظات قليلة وفي ثوان قليلة، يمكن أن نقول في لمح البصر أيضا، في لمح البصر. لكن المسافة التي بين السماء والأرض هي 500 سنة، النزول 500 سنة والصعود 500 سنة. فيعرج إلى الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون، يعني في الحقيقة هذا الأمر هو يعني في هذه المسافة التي مسافة 1000 سنة، مسافة 1000 سنة. يعني لو أراد الإنسان أن يمشي على يعني أن يمشي بمشي متوسط فأراد أن يصل إلى السماء وأن ينزل من السماء إلى الأرض فيحتاج إلى 1000 سنة، إلى 1000 سنة لذلك. ولكن الملائكة لا يحتاجون إلى 1000 سنة، الملائكة هم ينزلون ويسعدون في ثوان قليلة، في لحظات قليلة. فقال العلماء يعني ذكر الله تعالى هنا مقدار 1000 سنة، المراد منها المسافة بين السماء والأرض، النزول والصعود. وهناك قول آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، ينفذ الأمر 1000 سنة مرة واحدة، يعني يأمر الملائكة بأن يأخذوا الأوامر 1000 سنة، يأخذ الأوامر 1000 سنة، الملائكة يأخذون هذه الأوامر 1000 سنة ثم لا يرجعون إلا بعد 1000 سنة حتى يأخذوا أوامر أخرى وينفذوا هذه الأوامر أيضا. فهذه 3 أقوال في هذا. عندما نقول أن المراد من هذا يوم القيامة في يوم كان مقداره 1000 سنة، فهنا يحصل التعارض بين هذه الآية وبين الآية في المعارج، في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. في سورة المعارج في الجزء 29 ذكر الله تعالى 50,000 سنة وهنا ذكر الله تعالى 1000 سنة، فحصل التعارض بين الآيتين. فكيف ندفع التعارض عنه وكيف نطبق ونوفق بينهما؟ فيقول العلماء أن يوم القيامة هو 1000 سنة، يوم القيامة 1000 سنة، ولكنه بسبب شدته يصبح للكفار المجرمين الذين كانوا أشداء على المسلمين يصبح لهم هذا اليوم مثل 50,000 سنة. يعني أصله 1000 سنة ولكنه بسبب شدته على الكفار يصبح كأنه 50,000 سنة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن يوم القيامة هو أيام، ليس يوم واحد بل هو أيام، بعض الأيام منه 1000 سنة وبعض الأيام منه 50,000 سنة، بعض أيام منه 1000 سنة وبعض الأيام منه 50,000 سنة. والجواب الثالث أن يوم القيامة فيها 50 موقفا، 50 موقفا للحساب، يقفون في 50 موقفا للحساب، وكل موقف 1000 سنة، كل موقف 1000 سنة. فهنا ذكر الله تعالى موقف واحد 1000 سنة، موقف واحد، وهناك 50,000 سنة ذكر جميع المواقف. فيوم القيامة فيه 50 موقفا كل موقف 1000 سنة، فهنا ذكر 1000 سنة يعني موقفا واحدا، وفي سورة المعارج ذكر 50,000 سنة يعني ذكر جميع المواقف. وابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا فقال هي أيام
ذكرها الله تعالى في القرآن، وأكره أن أقول في القرآن ما لا أعلم. أيام ذكرها الله تعالى في القرآن، هنا ذكر 1000 سنة مما تعدون، وذكر في سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هناك أيضا ذكر، وفي سورة المعارج ذكر 50,000 سنة، 50,000 سنة. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنه قال هي أيام ذكرها الله تعالى وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم، فهو فوض الأمر إلى الله، قال الله أعلم بمراد الأيام. في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وإذا كان المراد منه يعني المسافة التي كانت بين السماء والأرض، نحن قلنا هذه المسافة للصعود والنزول 1000 سنة، وهناك 50,000 سنة، فكيف يكون يعني التوفيق بينهما؟ فيقول العلماء أن 1000 سنة هذه مقدار يعني مسافة بين السماء والأرض نزول وصعود، أما من سدرة المنتهى إلى الأرض ومن الأرض إلى سدرة المنتهى هذه مسافة 50,000 سنة. فالمكان الذي ذكر الله تعالى فيه 50,000 سنة فيها المسافة التي بين سدرة المنتهى وبين الأرض، بين سدرة المنتهى والأرض، وهذه المسافة 1000 سنة هي بين السماء والأرض، فهكذا يدفع التعارض عن الآيتين، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالله سبحانه وتعالى هو يدبر أمر الكون وأمر الخلائق جميعا في العالم العلوي وفي العالم السفلي، في السماوات أيضا وفي الأرض أيضا، أو كما قال ابن عباس رضي عنه ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض بواسطة الملائكة، بواسطة الملائكة في ثم يعرج إليه، ثم يصل إلى الله تعالى هذا الأمر، ويعود إلى الله ويسعد إلى الله تعالى هذا الأمر أو أثر هذا الأمر في يوم القيامة، في يوم القيامة، وهو يوم 1000 سنة مما تعدون، فيصل إلى الله تعالى الأمر. والمقصود من هذا تمثيل لعظمة الله تعالى وامتثال الخلق يعني لأمره وتدبيره، كلهم يطيعون الله تعالى لا يخالفون أوامر الله، فالله نزل القضاء والقدر والناس يتبعونه والمخلوقات يقبلون قضاء الله تعالى وقدره. أو ثم يعرج إليه في يوم، ثم يعرج الملك، الملك الذي كان موكلا بهذه الأوامر، هذا الملك يعرج إليه، يعرج إليه هي ضمير يعود إلى الله تعالى، ولكن يكون المراد إلى المكان الذي أراده الله تعالى، يعود إليه يسعد إلى الله تعالى، بمعنى يسعد إلى المكان الذي أراده الله سبحانه وتعالى، يسعد إلى المكان الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فقال ثم يعرج الملك، إما يكون الضمير يعود إلى الأمر، ثم يعرج الأمر إليه إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أو ثم يعرج الملك إليه إلى الله، أي إلى الموضع الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إلى الموضع الذي أراده الله سبحانه وتعالى. في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو يوم القيامة، أو هو المسافة بين السماء والأرض، وهو 1000 سنة مما تعدون، أي مما تحسبون من أيام الدنيا. والتدبير معناه في اللغة الإحكام والإتقان، التدبير معناه الإحكام والإتقان، ويأتي التدبير بمعنى النظر في أعقاب الأمور، النظر في أعقاب الأمور محمودة العواقب، محمودة العاقبة أو محمودة العواقب، يعني الإنسان ينظر أنا أفعل هذا الشيء كيف تكون نتيجة هذا الشيء، كيف تكون نتيجة هذا الشيء، ويريد أن تكون النتيجة نتيجة صالحة، يريد أن يكون النتيجة نتيجة صالحة، فهو يدبر لهذا الأمر، يخطط، هذا يسمى تدبير. ولكن ما هو المراد من التدبير هنا؟ ما هو المراد من التدبير هنا؟ التدبير هو أن الله سبحانه وتعالى هو يعني يعني جعل كل شيء كما نحن نراه في أحسن، في أحسن إتقان وفي أحسن إحكام. يعني نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى رفع السماوات وكانت السماوات تليق بهذا،
والله سبحانه وتعالى هو بسط الأرض وكانت الأرض تليق بهذا. فهذا هو التدبير، هذا هو التدبير. يعني الله سبحانه التدبير هنا معناه إيجاد الأشياء على هذا النحو البديع الحكيم الذي نشاهده، إيجاد الأشياء على هذا النحو البديع الحكيم الذي نشاهده، إيجاد الأشياء على هذا النحو البديع الحكيم الذي نشاهده. ما معنى هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى أوجد كل شيء على ما تقتضيه حكمته، أوجد كل شيء على ما تقتضيه حكمته وما تستدعيه مصلحة العباد. أوجد كل شيء، الله سبحانه وتعالى أوجد كل شيء على ما تقتضيه حكمة الله تعالى وعلى ما تستدعيه مصلحة العباد. فنحن نجد تدبير الله تعالى في كل شيء، كل شيء فيه مصلحة للعباد. الشمس فيها مصلحة للعباد، القمر فيه مصلحة للعباد، الخضروات فيها مصلحة للعباد، الأشجار مصلحة للعباد، المخلوقات كلها فيها مصلحة للعباد، وكل شيء على مقتضى حكمة الله تعالى. الله وضع كل شيء في موضعه المناسب، الله وضع كل شيء في موضعه المناسب، لم يضع شيء في غير موضعه المناسب. فهذا هو تدبير، أن الله أوجد كل شيء مع الحكمة ومع فائدة العباد، وأوجد كل شيء على ما نشاهده، ونحن نشاهد كل شيء على أحسن صورة، نشاهد كل شيء على أحسن صورة. وهذا هو تدبير الله سبحانه وتعالى. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك الإشارة إلى يعني المتصف بهذه الصفات، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الذي استوى على العرش، الذي دبر الأمر من السماء إلى الأرض، الذي اتصف بجميع هذه الصفات. ذلك المتصف بهذه الصفات عالم الغيب والشهادة، الذي اتصف بهذه الصفات المذكورة في الآيات السابقة هو عالم الغيب والشهادة، هو عالم ما غاب عن حس الإنسان، ما غاب عن الحواس، وهو عالم ما ظهر للناس، هو عالم ما ظهر وما غاب. ذلك عالم الغيب والشهادة، لا يخفى على الله تعالى خافية من الأمور، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. فقال ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك المتصف بهذه الصفات هو عالم الغيب، يعني الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، هو عالم ما غاب عن أعين الناس، الناس لا يرونه، وعالم ما يشاهده الناس، وهو الله سبحانه وتعالى العزيز الغالب الذي لا يغالبه أحد، الغالب الذي لا يغالبه أحد، لا يغلب عليه أحد، والرحيم بعباده، الرحيم بعباده الذي لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. الناس يستعجلون بالعذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعجل العذاب، الله يؤخر العذاب حتى يمهل العباد، حتى يتوبوا إلى الله ويرجو إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فالله عزيز غالب قوي قادر، يستطيع أن ينتقم من أعدائه، ولكن مع ذلك الله رحيم بعباده، الله يرحمهم ويؤخر العذاب. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الله سبحانه وتعالى الذي هو عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الرحيم، من صفته أنه أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه. ما معنى أحسن كل شيء خلقه؟ يقول العلماء أحسن كل شيء خلقه معناه أن الله سبحانه وتعالى أحكم وأتقن كل شيء خلقه، أحكم وأتقن كل شيء خلقه. نحن لا نجد أي نقص فيما خلقه الله سبحانه وتعالى، لا نجد أي نقص فيما خلقه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم وأتقن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه، كل مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، الله خلقها بالإحكام والإتقان، ليس فيها أي نقص، ليس فيها أي نقص. والله سبحانه وتعالى جعل جميع الأعضاء للمخلوقات في موضعها المناسب، فالله أحسن كل شيء خلقه. ويقول بعض العلماء يقال فلان يحسن كذا، فلان يحسن كذا، إذا كان يعلم ذلك الشيء جيدا، إذا كان يعلم ذلك الشيء جيدا، يقال فلان يحسن الصرف، فلان يحسن النحو، علم النحو، معناه أنه يعلم علم النحو جيدا، يعلم علم النحو جيدا.
فإذا نحن ننظر إلى هذا المعنى فالذي أحسن كل شيء خلقه معناه الله سبحانه وتعالى هو يعلم كل مخلوقاته، يعلم كل مخلوقاته بالجيد، لا يغفل الله تعالى عن مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى يعلم جميع المخلوقات ويعلم ما يفعلون ويعلم ما يقولون، يعلم ما في قلوبهم، يعلم الله تعالى كل شيء. فقالوا يعني أحسن يأتي بمعنى العلم أيضا، فأحسن كل شيء خلقه يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل مخلوقات خلقه الله سبحانه وتعالى، يعلم كل مخلوقات خلقه الله سبحانه وتعالى. أو أحسن كل شيء خلقه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لكل شيء خلقه أحسن صورة، جعل الله تعالى لكل شيء خلقه أحسن صورة. أو قال بعض العلماء أحسن كل شيء خلقه معناه أن الله أحسن إلى كل شيء خلقه، أحسن إلى كل شيء خلقه، الله سبحانه وتعالى هو المحسن فهو أحسن إلى كل مخلوقاته. وشيء شيء هنا نكرة وبعده جملة فعلية خبرية، شيء خلقه، فإذا شيء موصوف وخلقه صفة، كل مخلوقات خلقه الله سبحانه وتعالى، فالله أحكمه والله أتقنه والله علمه والله أحسن إليه والله جعله في أحسن صورة، جميع التفاسير دخلت في هذا القول. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم ذكر تعالى لما قال أحسن كل شيء خلقه ذكر أنه بدأ خلق الإنسان وهو آدم عليه الصلاة والسلام من طين، الطين هو التراب المخلوط بالماء، فالله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام بالتراب والماء، بتراب مخلوط بالماء، بدأ خلق الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم الله سبحانه وتعالى بعدما خلق آدم عليه الصلاة والسلام الآن خلق أولاده ذريته ونسله، فقال ثم جعل، بعدما خلق الإنسان من طين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من طين، وخلق زوجه حواء عليها السلام من ضلعه، بعد ذلك جعل نسله من سلالة، الله جعل نسله أي أولاده ذريته من سلالة من ماء مهين، أي من خلاصة من ماء مهين، سلالة من خلاصة، من خلاصة من ماء مهين. وماء مهين هو مهين بمعنى حقير ضعيف ممتهن الذي لا يهتم به، لا يهتم به، لأن قطرات المني لا يهتم بها الإنسان. فقال يعني من ماء مهين أي من ماء ضعيف حقير ممتهن لا يهتم به، لا يبالى به، لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة من مني، فالمراد من سلالة من ماء مهين يعني من نطفة الرجل، من نطفة مني من الرجل، خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، من خلاصة من ماء مهين، من نطفة الرجل، فيخرج نطفة الرجل من صلبه وينزل إلى ذكره وبواسطة فرجه ينتقل إلى زوجته إلى رحم المرأة، وهناك يختلط مني الرجل مع مني المرأة، وبهذه الخلاصة ويعني الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان. فقال بدأ قال جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم الله سبحانه وتعالى سواه بمعنى عدل خلقه وقوم أعضاءه، الله عدل خلق الإنسان وقوم أعضاءه، والله سبحانه وتعالى ناسب بين أعضائه، جعل كل عضو في موضعه المناسب، الأنف في موضع المناسب والأذنان في موضعهما المناسب، فناسب بين الأعضاء وجعل الإنسان سويا مستقيما من دون إعوجاج، جعل الإنسان سويا مستقيما من دون إعوجاج، وأتم خلقه في أحسن صورة. هذا كله داخل في قوله ثم سواه. أولا الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام من طين، ثم خلق زوجه من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خلق الله تعالى ذرية آدم عليه الصلاة والسلام من سلالة من ماء مهين، ثم الله سبحانه وتعالى جعل له صورة في البطن، في بطن الأم، هذا الولد كان جنينا في بطن أمه،
فالله سبحانه وتعالى هو لما خلقه في بطن أمه الله سبحانه وتعالى سوى خلقه، سوى خلقه يعني الله سبحانه وتعالى عدل خلقه وقوم أعضاءه ونسب بين أعضائه، والله سبحانه وتعالى جعله سويا مستقيما كامل الأعضاء كامل الأطراف، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك أتم خلقه في أحسن صورة، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ونفخ فيه من روحه، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك ألقى فيه في هذا الإنسان من روحه، ألقى الله تعالى فيه في الإنسان من روحه في أولاد آدم عليه السلام من روحه، وأضاف الله تعالى الروح إليه تشريفا، ولما أن هذا الروح بأمر الله وبقدرة الله تعالى، ولأجل ذلك أضافه إلى نفسه، فقال ونفخ فيه من روحه أي ألقى الله تعالى أمره في الإنسان، وبسبب هذا الأمر أصبح الإنسان يحيا ويعيش، يعيش في الدنيا، وإلا بدون الروح لا يستطيع الإنسان أن يعيش، يموت الإنسان إذا لم يكن في جسده روح، لذلك نجد بعض المولود يولد ميتا لأنه ليس فيه الروح، وبعض الناس عندما يخرج منهم الروح يموتون، فالروح أمر الله سبحانه وتعالى، وهو يكون في الجسد مختلطا مثل اختلاط الماء بالعود الأخضر، يقال العلماء يقولون الروح هو جسم لطيف يختلط في الأبدان كاختلاط الماء بالعود الأخضر، كاختلاط الماء بالعود الأخضر، الأشجار تكون فيها العود الأخضر، هذا العود الأخضر يكون فيه الماء مختلط، ولكن نحن لا نراه، لا نرى هذا الماء، لكن يكون مختلطا مع العود الأخضر، هكذا الروح جسم لطيف جدا، لطيف نحن يعني لا نعرفه، ولكنه يكون مشتبك مختلط بالجسد مثل اشتباك بين العود الأخضر وبين الماء. فالله سبحانه وتعالى ألقى في الإنسان من روحه، وبعد ذلك جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الله سبحانه وتعالى خلق لكم السمع حتى تسمعوا به الأصوات، تسمعوا به الأصوات، والله سبحانه وتعالى جعل لكم الأبصار حتى تستطيعوا أن تنظروا به وأن تميزوا بين الحق والباطل، تستطيعوا أن تميزوا بين الحق والباطل، تسمعون بالسمع وتعرفون دلائل الحق وتميزون بين الحق والباطل وتتبعون الحق وتتركون الباطل، وهكذا أعطاكم الأبصار حتى تبصروا به دلائل الحق وحتى تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحتى تميزوا بين الحق والباطل، والله سبحانه وتعالى رزقكم الأفئدة القلوب التي تعقلون بها، القلوب التي تعقلون بها التي تحسون بها، فالله أعطاكم القلوب حتى تستطيعوا أن تعرفوا الحق بواسطة القلوب قليلا ما تشكرون. والله والإنسان عندما يتفكر في كيف خلقه الله سبحانه وتعالى فهذا يتطلب منه شكر الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يكفر بالله تعالى ولا يشكر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قال قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون، وقليلا هذا صفة للمحذوف معناه شكرا قليلا تشكرونه أو زمانا قليلا تشكرون، شكرا قليلا تشكرون أو زمانا قليلا تشكرونه، يعني كان الواجب عليكم أن تشكروا الله تعالى شكرا كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى هو خلقكم من طين، أولا خلق آدم عليه السلام من طين، ثم خلق جميع الإنسان من قطرة من ماء لا يلتفت إليها، ثم الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، والله سبحانه وتعالى جعل أعضاءه أعضاء مناسبة، والله سبحانه وتعالى عدل خلقه، والله سبحانه وتعالى سواه وجعله مستقيما، فهذا كله يتطلب الشكر لله تعالى كثيرا، ولكن الإنسان لا يشكر الله، فقال قليلا ما تشكرون. وما هذه الزائدة لزيادة التأكيد لمعنى القليل، قليلا ما تشكرون يعني قليل جدا تشكرون الله سبحانه وتعالى، شكرا قليلا جدا تشكرون الله سبحانه وتعالى، فما هذه زائدة لزيادة التأكيد في معنى القلة. وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني اعتراضات المشركين ورد المشركين على البعث والجزاء وإنكار المشركين البعث والجزاء،
فقال تعالى وقالوا أي المشركون من مكة المكرمة قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئذا غبنا في الأرض يعني معناه عندما نحن ندفن في القبر ندفن في القبر فعظامنا هي تختلط بالتراب أعضاؤنا تختلط بالتراب وبعدما تختلط بالتراب تغيب أعضاؤنا في التراب فبعدما اختلطت العظام بالتراب وفنينا ولم يبقى من جسدنا شيء فهل يمكن أن نعود في خلق جديد وأرادوا الإنكار على هذا فقال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض قالوا المشركون من مكة المكرمة قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئذا غبنا في الأرض واختلطت عظامنا بالتراب اختلطت عظامنا بالتراب ونحن فنينا أصبحنا فانين يعني أصبحنا مثل التراب عندما اختلطنا بالتراب أصبحنا ترابا أيضا لم يبقى منا إلا بعض العظام أو العظام أيضا اختلطت بالتراب فإذا ضللنا وغبنا واختفينا في الأرض ولم يبقى من جسدنا إلا بعض الشيء أئنا لفي خلق جديد أنبعث نحن مرة أخرى في خلق جديد والهمزة الاستفهام للإنكار يعني كيف يمكن أننا إذا متنا وفنينا ودخلنا في التراب واختلطت عظامنا بالتراب ولم يبقى من جسدنا شيء كيف يمكن أن نعود في خلق جديد كيف يمكن أن نعود في خلق جديد معناه أنهم قالوا لا يمكن أن نعود في خلق جديد وهكذا هم أنكروا قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت بل هم بلقاء ربهم كافرون قال تعالى هم لم يكتفوا على الإنكار بالبعث بعد الموت بل هم أنكروا لقاء الله أيضا يوم القيامة فقال بل هم بلقاء ربهم كافرون بل هم ينكرون لقاء الله تعالى والقيام بين يدي الله تعالى يوم القيامة بل هم بلقاء ربهم كافرون يعني ينكرون يوم القيامة وينكرون لقاء الله تعالى يوم القيامة وينكرون الحساب والجزاء يوم القيامة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي يقبض أرواحكم ملك الموت يتوفاكم أي يقبض أرواحكم عندما تموتون فملك الموت يقبض أرواحكم الذي وكل بكم ملك الموت الذي وكله الله تعالى بقبض الأرواح وكل بكم أي وكل بقبض أرواحكم الله وكله كلفه وأمره بأن يقبض أرواح العباد بأن يقبض أرواح العباد فملك الموت الذي وكله الله تعالى وكلفه وأمره بكم أي أمره بقبض أرواحكم هذا الملك يتوفاكم أي يميتكم بقبض أرواحكم يميتكم بقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى الله تعالى ترجعون فالله يحاسبكم على ما عملتم يحاسبكم على ما عملتم فقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فالمراد من ملك الموت هو عزرائيل عليه السلام كما ورد في بعض الآثار عزرائيل اسمه ملك الموت هو عزرائيل عليه السلام والله سبحانه وتعالى جعل الأرض له مثل الطست مثل الطست يستطيع أن يقبض الروح من أي مكان أراد هنا ذكر الله تعالى ملك الموت وفي آية أخرى قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة إن الذين توفاهم الملائكة ذكر جماعة الملائكة وهنا ذكر ملك الموت واحد وفي موضع آخر ذكر الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس قال الله يتوفى الأنفس حين موتها فهناك تعارض بين هذه الآيات الثلاثة هنا قال يتوفاكم ملك الموت توفاكم ملك الموت في آية أخرى قال إن الذين توفاهم الملائكة الملائكة يعني جماعة الملائكة يتوفونهم يميتونهم بقبض الأرواح وفي آية أخرى قال الله يتوفاكم فليس هناك تعارض بين الآيات في الظاهر هناك تعارض ولكن في الحقيقة ليس هناك تعارض لأن ملك الموت هو الذي وكله الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح فهو الذي يقبض الأرواح أما الملائكة الذين هم جماعة الملائكة هم أنصاره هم ينصرونه ويعينونه على قبض الأرواح فهنا ذكر الله تعالى أصل الموكل وهو عزرائيل عليه السلام وفي إن الذين توفاهم الملائكة ذكر أنصار هذا الملك وأما قوله الله يتوفى الأنفس لأن التوفي يحصل بأمر الله تعالى لا يمكن أن يتوفى ملك الموت إنسانا بدون أمر الله تعالى
نسبة التوفي إلى الله تعالى بسبب الأمر، لأن الله هو الذي يأمر ملك الموت بقبض الأرواح، ونسبة قبض الأرواح إلى ملك الموت لأن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح، وأما نسبة قبض الأرواح إلى الملائكة إلى جماعة الملائكة لأنهم أنصار ملك الموت، بعد قبض الأرواح هم يأخذون هذه الأرواح إلى أماكنها، يأخذون الأرواح إلى أماكنها. فقال فلأجل ذلك ليس هناك تعارض، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فبعدما قبضت أرواحكم بعد ذلك ترجعون إلى الله تعالى، فإذا رجعتم إلى الله تعالى فالله سبحانه وتعالى يؤاخذكم على الشرك، على إنكاركم البعث بعد الموت، وعلى إنكاركم لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا فهمتم هذا الشيء فعليكم أن تتركوا الشرك بالله تعالى وأن تؤمنوا بالله، عليكم أن تتركوا الإنكار بالقيامة وبالبعث بعد الموت، وعليكم الإيمان بذلك، وعليكم الإيمان بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم.